بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة القادسية كلية التربية قسم الرياضيات مرحلة الثالثة معاناة التفاضل الإعجازية. أعزائي الطلبة، وصلنا إلى المحاضرة 15 وهي آخر محاضرة في هذا الكورس إن شاء الله، وتتحدث حول معادلة الحرارة أيضا، لكن مع وجود مصدر حرارة. يعني شنو وجود مصدر حرارة؟ يعني هذه المعادلة تكون الصيغة مالتها بالشكل هذا، الفا يصب تي يساوي لنا الفا تربيع يصب اكس اكس زائد المصدر. المصدر معناه داله بالاكس تاثر على قيم الموجوده للمعادله التفاضليه الجزئيه. والشروط هي شروط نفسها، يعني عند الصفر بتي يساوي لنا عند ال بتي ويساوي لنا ايضا صفر، وعند الاكس بصفر يساوي فاي اوف الاكس. الحل راح يكون بطريقه الدوال الذاتيه. يعني شنو الدوال الذاتي؟ يعني نفرض الاكس تي عباره عن مجموع دوال لان من واحد الى ما لا نهايه، اكس ان اوف الاكس في تي ان اوف تي. فهسه احنا من راح نعوض بحيث الاكس ان هو الحل للجزء المتجانس. يعني شنو؟ يعني بدون مصدر حراري، يعني بدون مصدر حراري. والتي ان هو الحل للجزء غير المتجانس. زين، ف هسه حبينا نقل نتائجنا، لكن الصبورة ايضا متكفي شيء، فراح نحل نكمل بالحل. هسه الجزء المتجانس معناها نعوض هذا الصميشن، نعوضه هنا بالاكس. ايش راح يصير عندنا بالنسبه للتي؟ طبعا اليو سب تي راح يصير الاكس تي داش صميشن، نقول اكس تي داش ان بان يساوينا الفا تربيع سميشن الاكس دبل داش بتي. فالسميشن النقلة لهنا راح يكون للجزء المتجانس، ونستنتج بطريقة طبعا هي تقريبا نفس فصل المتغيرات، لانه لو احنا فرضنا التي ان وجبنا السميشن الفا تربيع لهذا الطرف اكس ان دبل برايم تي ان يساوي صفر، ووحدنا سميشن لانه هو واحد، ف هذا السميشن راح يساوي لنا صفر اذا كان العوامل مالته خلينا نقول يساوي صفر. وبالتالي راح تكون هذه المعادله ونقدر نفصل متغيراتها، وبالتالي نحصل على الاكس ان دبل داش ناقصا ناقصا او زائدا الميو تربيع اللي احنا سابقا حسبناه بالمعادله سابقا، زائدا قد ميو تربيع مثلا، يعني الفا تربيع راح ويتي ميو تربيع اكس ان يساوي صفر، بحيث الشروط الاكس صفر يساوي لنا حسب الشروط هذه للاكس هنا. انا جاي احكي للاكس، اكس صفر صفر واكس ال ايضا صفر. هاي المعادلة شلون راح نحلها؟ هاي المعادلة شلون راح تنحل؟ تنحل بشكل بسيط اللي هو خطية طبعا بالمؤثر التفاضلي والمعادلة المميزة، ميو تربيع يساوي صفر، وبالتالي الميو الام تربيع راح يساوي لنا زائد ناقص اي ميو او ميو اي. زين، الحل راح يكون اكس اوف الاكس سمول اكس ان طبعا راح يساوي لنا ثابت، نقول اي بالكوساين ميو اكس، وزائد بي ساين ميو اكس. هسه من نعوض شروط، لان عندنا شرطين، اكس اوف الصفر طبعا للان هنا، يعني عنده صفر صفر، فبنعوض الصفر هذا يطلع واحد، هذا يطلع صفر، اذا يطلع عندنا الاي يساوي صفر. هذا من الشرط الاول.
الشرط الثاني، الشرط الثاني شو يعطيني؟ يعطيني اي في كوساين هو الاي صفر، هذا يعطيني فقط البي في ساين ميو ال يساوي صفر، بما ان البي ما ممكن يساوي صفر لان اذا اثنيناتهم صفر فاذا الميو ال ان باي اذا راح يساوي ان الميو هنا راح يساوي ان باي على ال. اذا حل هذه المعادله هو اكس ان اوف الاكس راح يساوي لنا اي ثابت خلينا نقول هنا وثابت هنا نقدر نعتبره واحد لان هو الكل كونستانت اختياري واحنا نختاره واحد، فراح يصير عندنا الحل هو ساين ان باي على ال اكس. هذا الحل الاكس الاكس ان تي ان شلون تي ان شلون راح نوجده؟ تبع راح اعوض يو اوف الاكس تي شو يساوي لنا سميشن قلنا الاكس ان بالتي ان زين سميشن الان من واحد الى ما لا نهايه هنا ايضا من واحد الى ما لا نهايه الاكس ان تي ان اوف تي في ساين ان باي على ال اكس هذا اليو اوف الاكس تي. بعد يعني استمر بالحل حتى نوجد الحل نشتق ونعوض بالمعادله مال الحراره لو نصورها هي الفا تربيع يو اكس اكس زائد الاف كابتر اوف الاكس تي زين نشتاق بالنسبه للتي هنا في السميشن الان من واحد الى ما لا نهايه تي ان اوف تي في ساين ان باي على ال اكس نشتاق بالنسبه للاكس سميشن الان من واحد الى ما لا نهايه تي ان اوف تي في كوساين ان باي على ال اكس في مشتقه الزاويه صار عندنا يعني بمعنى مضروب في ان باي على ال. نشتق مره ثانيه صرنا سالب ان باي على ال كل تربيع في سميشن تي ان اوف تي في ساين ان باي على ال اكس نعوض هذه وهذه المعادله. بعد بعد الاف كابيتال ايضا نكتبها على شكل متسلسلة فورير للجير الاف كابيتال اوف الاكس تي شلون نكتبها؟ سميشن بي ان مثلا اوف التي في ساين ان باي على ال اكس والان من واحد الى ماين بهالشكل هذا نقدر نكتب الاف كابيتال ان باي على ال اكس تبع علينا هنا قبل سابقا احنا كان عندنا للاكس مو اكس تي مو اكس تي اذا شنو اللي يقصد بالاكس تي؟ التي هنا من دخل شو اثر على متسلسلات فورا بالجير؟ اثر على الثابت ثابت خلاه ثابت المن ثابت بالنسبه للاكس بمعنى هو دال المن للمتغير الثاني اللي هو تي. اذا الثابت هنا هو ثابت للاكس يعني داله بالتي. اذا البي ان تي شو تساوي لي؟ تساوي لي 2 على ال تكامل من صفر الى ال الداله اف كابيتال اوف الاكس تي بمن؟ بساين ان باي على ال اكس دي اكس. اذا كتبت كل اليو سب تي واليو سب اكس اكس والاف كابيتال كلها على شكل سميشن اعوض اعوض بالمعادله ايش راح يصير عندي؟ سميشن من واحد الى ما لا نهايه تي داش ساين ان باي على ال اكس بعد يساوي ان الفا تربيع في ان باي على ال تربيع في سميشن تي ان في ساين ان باي على ال اكس بعد الاف
زائد ان سميشن البي ان طبعا من واحد الى ان من واحد الى ان لان كل اوف تي في ساين ان باي على ال اكس اذا كله بي ان باي ساين ان باي على ال اكس كل سميشنات انقل هاي السميشنات لهذا الطرف وغير الاشارات واساويها بالصفر اذا صار عندي سميشن موحد لان من واحد الى ما لا نهايه وطلع الساين وحده ساين ان باي على ال اكس لانه موجود في الكل شو بقى هنا يبقى تي ان اوف تي ناقصا الفا تربيع في ان باي على ال تربيع بعد تي ان ويبقى بي ان اوف تي هذا راح يبقى اذا كله يساوي صفر إذن واحد من الأجزاء ذني الثوابت هو اللي راح يساوي صفر. إذن الثابت النوني هو اللي راح يساوي صفر، مو الساين. الساين ما له علاقة بالسميشن. فقط هو يحسب دوال لأن لكل إكس. إذن الثابت هذا كله راح يساوي صفر. إذن تين داش طبعًا. أو في تي ناقص ألفا تربيع في إن باي على إل تربيع تين ناقصًا بي إن أو في تي هو اللي يساوي صفر. زين. هذا شنو؟ هذا معادلة خطية من الرتبة الأولى والدرجة الأولى. ننقل البي ان اوف تي هنا صار بهالشكل. شوي نحاول نكتبه بصيغة يعني مشابهة للخطية، يصير دي تي ان إلى دي تي سمول. أعتقد صار واضح هسه. لو نقارنه أذكركم بالمعادلة التفاضلية الاعتيادية خطية بي اوف الاكس y q of x قارن لهاي الصيغة اعتيادية بهذا الموجود ال y هو t n وال x هو t small b of x من هو؟ هو سالب الفا تربيع n باي على l هذا كل تربيع وال b n راح يساوينا ال نعم هذا السالب هذا يساوي فمن نقله هو سالب يصير موجب نعم هذا موجب والكيو هو البي ان اوف تي اذن هي معادله خطيه من الرتبه الاولى والدرجه الاولى الحل مالتها شلون؟ الحل مالتها نطلع عامل التكامل موجود اللي هو احنا نسميه الاي اف يسمونه او يونت يعني اي تسميه اللي هو اي تو ذا تكامل البي اوف الاكس اللي هو هذا الفا تربيع في ان باي على ال تربيع دي تي ايش راح يساوينا هذا؟ اي تو ذا الفا تربيع ان باي على ال تربيع تي زين بعد الحل شنو لهذه المعادله؟ ايضا الصيغه العامه انا اريد الحل حتى اشتغل على ضوءها. الحل الصيغه العامه هي y of x مضروبه بمن؟ بالعامل المنسب يعني بالاي اف ناقص تكامل العامل المنسب مضروب بالq of x dx يساوي لي ثابت يساوي لي ثابت نعم وبالتالي من اشتغل هيك ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي تي ان اوف تي مضروب بالعامل المناسب اللي هو اي تو ذا الفا تربيع ان باي على ال تربيع تي ناقص تكامل العامل المناسب الفا تربيع ان باي على ال تربيع تي بمن بالكيو اللي هي بي ان اوف تي دي تي يساوي لي الثابت يساوي لنا ثابت معين احنا نعطيه وهذا الثابت ايضا نقدر نوجده احنا صراحة اللي هو يقصدون به هنا لان صارت خطية يقصدون به هو التي ان اوف الصفر يعني يقصدون بواي اوف الصفر نعم ف
فهذا الصيغه العامه اللي يشتغل وهذا النتائج مالته. هسه انا اريد اضرب اي تو ذا سالب هذا المقدار، اي تو ذا سالب هذا المقدار على مود اتخلص منه وجد تي ان انا وانقل هذا للجهه الثانيه واضرب بيه. فاذا هذا مو للتي، خليها للاس مثلا. هذه للاس لان هي بداخل التكامل وراح تتكامل. فما لها علاقه بعد للاس للتي للاي داله انت تختار. وانقل للتكامل اللي هنا، طبعا التكامل من الصفر للار اكيد. انقل لهنا واضرب اي تو ذا. على مود اوجد تي ان اوف تي. من انقل لهناك يصير موجب طبعا. يصير هذا زائد. واضرب اي تو ذا سالب هذا. عم يروح منه. ينضرب كل دن. ما دام هو للتي يدخل داخل التكامل. اذا راح يصير تي ان اوف الصفر. اضرب اي تو ذا سالب الفا تربيع ان باي على ال تي هذا الحد انضرب به ينضرب هنا يدخل داخل التكامل قلنا زائدا تكامل من صفر للار اي تو ذا لاحظ بانه هذا المقدار هو نفسه هذا المقدار اذا مجرد راح يكون عندي الفا تربيع ان باي على ال كل تربيع بمن بس ناقص تي طلع العامل مشترك مضروب ب ان او بالاس دي اس هذا التي ان هسه اجي لو اعوض هنا بالمعادله حسبت التي ان عد البي ان انا حاسبه سابقا هذا البي ان حاسبه ولكن التي ان او في الصفر ما عندي تي ان او في الصفر ما عندي اذا ايضا اجي احسب تي ان او في الصفر شلون حسب التي ان او في الصفر؟ تي ان او في الصفر اجي اعوض بالشروط اللي عندي. الشروط الموجوده عندي. شنو هي الشروط؟ اجي اقول بانه بالبدايه انا قبل ما ابدي بالتي كان عندي تي ان او في التي مضروب بساين مو هاي هي اليو ان باي على ال اكس والان من واحد لواحد. استخدم الشرط هذا يساوي فاي اوف اكس وعوضه هنا عوض مكان التي صفر ايش راح يصير؟ فاي اوف اكس شو يساوي لي؟ سميشن لان واحد لا ما له نهايه تي ان اوف شنو؟ صفر عوضت مكان التي صفر والساين ما له علاقه للاكس هو يبقى نفسيته هاي الصيغه هي متسلسله فورير للجير اذا تي ان اوف الصفر ارجع مره ثانيه يساوي تكامل من صفر اثنين على ال تكامل من صفر الى ال الداله باي اوف الاكس في ساين ان باي على ال اكس دي اكس اذا البي ان وجدتها والتي ان اوف الصفر وجدتها اذا وجدت التي ان خلاص اعوضها هنا التي ان تنتهي اذا انا بمن ابدي؟ ابدي اوجد التي ان اوف الصفر بالبدايه هاي اول خطوه لو ارتب بعدها اوجد البي ان البي ان ثاني خطوه البي ان اوف الاس بي ان اوف التي بي ان اوف اللي هي 2 على ال تكامل من صفر الى ال اف كابيتال اوف الاكس تي مضروبه بساين ان باي على ال اكس دي اكس اوجد ثالث خطوة أوجد التي ان اوف التي يعني أعوض التي ان اوف الصفر والبي ان اوف الصفر بالمعادلة هاي أوجد التي ان اوف التي رابع خطوة أوجد اليو اللي هي يو اوف الاكس تي تساوي لي سميشن الان من واحد إلى ما لا نهاية تي ان اوف التي في ساين اوف الان باي على ال اكس وجدتها هذا الحل لمعادلة الحرارة بالنسبة مع وجود مصدر حراري يسخن ويغير الحرارة باستمرار فلهنا انتهت محاضراتنا لهذه السنة وإن شاء الله نلتقيكم في المرحلة القادمة اللي هي مرحلة الصف الرابع إن شاء الله فبالتوفيق للجميع وإن شاء الله نلتقيكم على صحة وخير شكرا لكم